جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في بعض جماعتنا يقوم بعض الناس في نصف شعبان أو ليلة 27 من شهر رجب وفي يوم مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ببعض البدع كذبح الجمال والصيام والصلاة وذكر الله خاصة في تلك الأيام، وأما في بقية السنة فتراهم يتركون بعض الصلوات وذكر الله، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ إحياء المناسبات التي يزعمون أنها مناسبات دينية كإحياء الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وإحياء ليلة النصف من شعبان أو صيام يوم النصف من شعبان، وليلة 27 من رجب والتي يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يقر عليه فإنه يكون بدعة، لأن الدين قد كمل قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل ولم يأمر ولم يقر على إحياء هذه المناسبات، وإنما حدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بقرون، حدثت بعد انقضاء القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة، فلا يجوز إحياؤها لا بعبادة ولا بطبخ طعام ولا بذبح ذبائح، وإنما هي كسائر الأيام، كسائر الأيام لا ميزة لها ولا عبادة مخصصة فيها، وإنما هذا ما يروده المبتدعة إما من الضلال أو من الجهال، وهو عمل مردود وباطل. نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى التمسك بالسنة والعمل بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ذكره السائل من أنهم يجتهدون في أيام هذه المناسبات ويضيعون العبادات فيما عداها، هذه سمة ظاهرة على المبتدعة أنهم يحرصون على البدع ويتركون السنة، يعني يتركون الأمور المشروعة، يحرصون على الأمور غير المشروعة ويتساهلون أو يتركون الأمور المشروعة، لأن الشيطان يراغبهم في البدع والمحدثات ويثبطهم عن المشروع من العبادات، وهذا من اتباع خطوات الشيطان. فالسمة الظاهرة على المبتدعة أنهم يحرصون على إحياء البدع وإماتة السنن، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.